السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شرح بسيط وهو تحويل الأرقام اللي بجهازك من اللغة العربية للغة الإنجليزية. لاحظوا معي هنا الرسائل عليها رقم 5 بالعربي، الساعة هنا بالعربي، والشحن أيضا بالعربي. شو 30%. طيب بنحولها بدون ما نحول لغة الجهاز. ندخل على إعدادات، بعدين بندخل على عام، بعدين بننزل إلى دولي International، بعدين بننزل Region Format، هذا الخيار اللي هي خيار الدولة، بعدين نختار الولايات المتحدة. مجرد اختيارك الولايات المتحدة بتقلب الأرقام على طول إنجليزي. لاحظوا الساعة، وهنا رقم 5 تحول إنجليزي، وهذا الشحن. أتمنى تكون الفكرة وصلت. لا تنسونا من الاشتراك بالقناة واعطونا لايك. وامامكم الان هو حسابي بتويتر حمودي.